أعزائي مشاهدي قناة عالم موازي، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هتكلم عن فيلم My Name is Khan، والفيلم ده من أحسن الأفلام اللي شفتها في حياتي. بتبدأ أحداث الفيلم في مطار سان فرانسيسكو، وبطل الفيلم رضوان خان مسافر وواقف في طابور طويل، تظهر عليه علامات مرض التوحد اللي هو اسمه متلازمة إسبرجر، انتسابا لطبيب الأطفال النمساوي هانز إسبرجر اللي اكتشف المرض سنة 1944، واللي وضح إن المصابين بمتلازمة إسبرجر ما بيكونش عندهم مهارات فهم الكلام المجازي اللي هو بيكون ليه معنيين، بيفهموا بس الكلام الصريح، وبيكون تعاطفهم أقل وتحركاتهم الجسدية مش طبيعية. وكان رضوان خان واقف في الطابور ظاهر عليه علامات المرض، وكان ماسك أحجار بيسبح بيهم ومستني دوره علشان تفتيش الشنط، وهو واقف كان بيقرأ سورة الإخلاص وبيكررها، فسمعوا رجال الأمن في المطار وتوجهوا ناحيته علشان اكتشفوا إن هو مسلم، وخدوه في غرفة التفتيش وفتشوه تفتيش ذاتي عكس كل الناس اللي كانت مسافرة. وهما بيفتشوه جه ضابط وقال لهم انه اوراقه سليمه وانه ما بيمثلش اي خطر، وقالوا له ان هو يمشي خلاص وانهم خلصوا تفتيش. بص رضوان في ساعته لقى ان اخر رحله لواشنطن طلعت، ودي كانت اخر رحله ممكن تخليه يروح امريكا، والرحله اللي بعدها بعد 7 ساعات، وقال لهم ان هم ضيعوا عليه رحلته، وسعر التذكره الجديده $336 وهو معهوش القدر ده من المال، وانه دلوقتي هيضطر ياخد اتوبيس علشان يوصله لواشنطن. فواحد من الضباط ساله عن سبب سفره لواشنطن، فقال له ان هو رايح يقابل الرئيس. فساله الضابط وقال له هتقابل الرئيس ليه، هو صاحبك؟ فرد عليه وقال له لا، انا رايح اقابله علشان عندي رساله اوصلها له. فقال له طيب لما تقابل الرئيس يبقى اقول له اني بقول لك كيف حالك. واستهزأوا بيه وضحكوا، وطبعا رضوان ما فهمش ان هو بيتريق علشان متلازمه إسبرجر، وخد رسالته على ان هو بيتكلم جد، وسال الضابط عن اسمه علشان لما يقابل الرئيس يبلغه رسالته، وخد اسمه وكتبه في المذكره اللي هو بيكتب فيها دايما، وقال للضابط ان هو عنده رساله عايز يبلغ بيها الرئيس الاول. فساله الضابط ايه هي الرساله، قال له ان هو عايز يقول للرئيس ان هو مسلم ومش ارهابي. وهنا بتبدا رحله رضوان خان لواشنطن، وبيقعد في الاستراحه وبيفتح مذكرته وبيبدا كلامه بسم الله الرحمن الرحيم، ودعا ان ربنا يبارك في الكلام اللي بيكتبه المانديرا، واقتبس كلام من كتاب اسمه عقول مختلفه، ان امثاله ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم في الكلام ولكن بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم في الكتابه بشكل طبيعي وبسهوله. وكتب ان هو على استعداد يملا ملايين الصفحات بجمله احبك يا مانديرا، ولكن ان هو ما يقدرش يقولها ليها ولو مره، وقال ان ده ممكن يكون علشان هي زعلانه منه، وان هو وعدها ان هو يقابل الرئيس، وان دلوقتي في طريقه علشان يعمل كده. وقال وانا في الطريق علشان اقابل الرئيس كل ما يكون عندي وقت فراغ هكتب لها اللي ما بعرفش اقوله لها لما بشوفها، ووقتها هتحبني تاني ان شاء الله. وبيضرب نور في وش رضوان، وبيرجع بالذاكره لايام طفولته، وان كان والده شغال في ورشه صيانه سيارات، وكان بياخده معاه وبيسيبه يلعب في الخرده اللي جنب الشغل، ووقتها اتعلم لوحده ازاي يصلح الاشياء التالفه، وان الغريب في الامر ان هو ما قدرش يصلح ويعالج ابوه لما مرض. وطبعا هنا بتظهر مدى طيبته وانه على الفطره وفي حاجات ما بيعرفش يستوعبها. وبعدها بيعدي رضوان من جنب ناس بتهتف ولابسين اصفر، وطبعا اللي عندهم متلازمه إسبرجر بيخافوا من الدوشه ومن اللون الاصفر، فخاف جدا ولمس ست منهم وسخ لها هدومها علشان كان خايف وقتها، فزقته وزعقت له. طلع البيت وقابل امه وقعد معاها وقالت له ما يعملش دوشه علشان اخوه ذاكر نايم. وهنا اول مشهد بتظهر فيه امه وحبها ليه وبتحضنه، وقال ان هو كان بيحس بالامان لما امه بتحضنه، وان امه كانت بتشتغل خياطه، وان مفيش دكتور عرف يشخص لها حالته وسبب مرضه، وان ده ما منعش امه من ان هي تواصل حبها ليه وتخليه كمان يحبها زي ما مراته مانديرا عملت. وبعد كده بيفتكر لما شاف واحد مسلم متطرف بيقول ان اللي بيقتلوا المسلمين ونسائهم لازم يتقتلوا كلهم من غير رحمه، وبعد كده بيدخل لامه وبيردد الكلام اللي سمعه، فامه بتزعق له وبتقول له ما يقولش كده، وبتاخده تفهمه بورقه وقلم علشان يفهمها، وبترسمه وبترسم واحد ماسك له عصايه، وبعد كده بترسم واحد بيديله حاجه حلوه، وبتقول له مين الاحسن فيهم اللي ماسك عصايه ولا اللي هيديك حاجه حلوه؟ فقال لها لا اللي هيديني حاجه حلوه. قالت له دلوقتي قول لي مين فيهم هندوسي ومين فيهم مسلم؟ فقال لها ان هو مش عارف يفرق ما بينهم. فقالت له خليك فاكر حاجه واحده بس، ان في نوعين من البشر في العالم ده، ناس طيبه بيعملوا اعمال خير وناس شريره بيعملوا اعمال شر، وان ده الفرق الوحيد بين البشر وان مفيش فرق تاني. فقالت له قول لي انت فهمت ايه بقى؟ قال لها في ناس اخيار وناس اشرار ومفيش نوع تالت. وده كان الدرس اللي امه اديته له. وبعد كده افتكر ايام المدرسه لما كانوا زمايله بيتنمروا عليه وبيعلوا صوتهم جنبه علشان الصوت العالي بيخوفه، وانهم كانوا بيضربوه، وان امه خرجته من المدرسه وودته لمدرس معاه شهادات كتير بس عاطل عن العمل، وطلبت منه ان هو يعلم رضوان، وقالت له ان هو ذكي جدا وان هو لو وافق يعلمه هيضيع وقت فراغه، يعني مش هياخد اجر في الاخر. فرفض في الاول، وبعد كده
وافق لما خلت رضوان يتكلم قدامه انجليزي بطلاقه. فلما اتكلم رضوان استعجب المدرس ووافق على ان هو يعلمه وبدا في تعليمه. وظهر بعدها اخوه ذاكر، وامه كانت مركزه مع رضوان اكتر منه علشان المرض اللي عنده، وكانت متابعاه اكتر منه. وبعد ما اتعلم من المدرس بتاعه حاجات كتير عن الكتب والحياه، في يوم كان رضوان رايح للمدرس بتاعه ولقى الميه مغرقه قدام البيت عنده، فالمدرس طلع من الشباك وطلب منه ان هو يروح علشان مش هيعرف يعدي، علشان لو راح له هدومه هتتوسخ. ودخل ينام فلقى الناس بتندهله وبتقول له انت بتعمل ايه، اخرج شوف تلميذك بيعمل ايه. وقعدوا يشكروا في تلميذه ويقولوا تلميذك مدهش، فهو استغرب قبل ما يطلع من الشباك ويبص. فلما طلع وبص من الشباك لقى ان رضوان راكب عجله قدام البيت، فبيبص لقى ان العجله دي بتطرد الميه وان هو عمل اختراع. ففرح جدا ان هو لقى حل لمشكله الميه، وان هو قدر يضخ الميه بره المنطقه بتاعه المدرس، وقعد يقول له بصوت عالي انت عبقري. وبقى رضوان بيصلح كل الاجهزه البايظه للناس في البلد اللي هو عايش فيه، وامه كانت فخوره بيه جدا ومهتمه بيه، وبتحكي لوحده عن ان هو ازاي قدر يضخ الميه ويخترع طريقه لضخ الميه بره المكان. وابنها ذاكر كان خد كاس وفرحان انه جاي يقول لها، وهي كانت بتحكي لوحده ومش واخده بالها منه. فزعل جدا ذاكر وطلع لرضوان وهو بيصلح حاجه، رماها له وزعل ومشي. وجات امه فهمته وقالت له ما يزعلش، وطبطبت عليه وقالت له انت ابن المطيع اليس كذلك، وهي بتطبطب عليه. فرضوان لان امه بتقول كده ففكر ان هي دي الحاجه العاديه، ان هي عشان يواسي اي حد بيعيط او يواسي اخوه ذاكر لما يجي يعيط، فبقى يقول له زيها. ورضوان قال ان ذاكر كان محظوظ ان هو بيعرف يعيط ويعبر عن مشاعره عكسه هو. وذاكر لما كبر وتم 18 سنة راح أمريكا منحة تعليمية في جامعة هناك. وكل ده طبعا رضوان بيفتكره وهو قاعد بيكتب في مذاكرته كل حاجة مر بيها، وقال إن هو زعل جدا لما أخوه ذاكر مشي، ولكن بعد فترة اتعود على غيابه. وبعدها أمه كلمت ذاكر في التليفون وكان بيرتب لها أوراقها هي ورضوان علشان تسافر، علشان تقعد معاه في أمريكا. وكانت حزينة جدا إن هي ما شافتش ذاكر بقالها فترة كبيرة. وكان رضوان بيقول لها إن هي لازم تنام علشان النوم مفيد ليها ولصحتها. فقالت له إن هي ما فيهاش حاجة، هي بس وحشة ذاكر. فحضنها رضوان. وبعد كده ماتت أمه، وقال رضوان إن سبب وفاة أمه تضخم عضلة القلب، ده اللي خلاها توفت. وقال رضوان إن أمه قبل ما تموت طلبت منه إن هو يبني حياة سعيدة لنفسه زي ما أخوه ذاكر عمل. ورضوان وقتها راح أمريكا وكان في سان فرانسيسكو، وكان خايف جدا أول ما راح هناك، وقابل أخوه ذاكر. وأخوه عرفه على مراته حسينة، وهي كانت دارسة علم نفس، وهي دي أول واحدة اكتشفت إن هو مريض بمتلازمة إسبرجر، وإن هو بيخاف من الأماكن الجديدة والناس الجديدة واللون الأصفر والأماكن اللي فيها صوت عالي أو دوشة، وده كله كان بسبب مرضه. فمرات أخوه جابت له كاميرا علشان يمشي بيها في الشارع علشان ما يخافش ويبقى باصص في الكاميرا كأنه بيتفرج على التلفزيون، فمش هيخاف من الدوشة ومن اللون الأصفر. وبكده ساعدته جدا إن هو يقدر يتعايش ويتأقلم على الحياة هناك، ومجرد ان هو بس يشغل الكاميرا ويمشي بيها فكل حاجه بتتسجل كانه في التلفزيون، وبكده مش هيخاف من الدوشه والالوان ومن الناس والاماكن. واخوه خده شغله معاه مندوب لمنتجات تجميل، ووراه ادوات التجميل ومعلومات عنها، وقال له ان هو هيروح لكل الصالونات ويبيع لهم المنتجات دي. فرضوان جرب كل المنتجات على نفسه علشان لما يبيعها يبقى عنده امانه وما يغشش الناس، وكان بيقول عيوب المنتجات ومميزاتها. وكان في يوم رايح صالون تجميل لقى شريط اصفر في الارض وفي ميكروباص اصفر كمان معدي هيخبطه، فخاف جدا وقف في نص الطريق من الخوف ومش عارف يعمل ايه. فالاوتوبيس وقف قدامه والناس بقت تزعق له، وطبعا هو بيخاف من الصوت العالي. فطلعت واحده من صالون التجميل ودفعت عنه وسابته ودخلت الصالون تاني، فاعجب بيها جدا. وكان هو اصلا رايح الصالون ده علشان يبيع فيه، فدخل هناك ولقى صاحبه الصالون واقفه، وهي كانت ست كبيره في السن، وهو كان بيبص ناحيتها ففكرت ان هو معجب بيها. قالت له انت اكيد معجب بيا علشان انا كنت ملكه جمال الهند قبل كده. قال لها انت اكيد كنت ملكه جمال الهند قبل ما انا ما اتولد. فضحكت البنت اللي انقذته واللي هو كان معجب بيها اصلا. فقال رضوان ان في بعض الاصوات بتزيد سرعه نبضات القلب، وبالنسبه له كان الصوت ده صوت مانديرا لما بتضحك. وبدا يشرح لهم المنتجات وسبب تصرفاته اللي ممكن بعض الناس تشوفها غريبه بسبب متلازمه اسبرجر، وقال لهم ان ده مش معناه ان هو غبي وان هو ذكي جدا، وقال لهم ان هو ما بيعرفش يبيع بس اخوه طلب منه ان هو يبيع، وان هو جرب كل المنتجات دي على نفسه علشان كده بشرته بتنور زي العروسه اللي متجوزه جديد. وتلقائيته وطيبته عجبت مانديرا وقالت له ان هي هتشتري منه، بس ايه المنتج اللي هيخليها جميله؟ قال لها مفيش منتج فيهم هيخليك جميله، وان دي منتجات بس بتحسن البشره. فضحكت واستغربت ان هو شغال في المبيعات وبيقول الحقيقه، وطلبت منه 6 منتجات من اللي بيبيعها. فرفض وقال لها ان المنتجات صلاحيتها بس 3 شهور، وانها لو خدت 6 منتجات هيبوظوا، وان هي مش محتاجه غير 4 بس. فسالته عن اسمه تاني فقال لها اسمه رضوان خان. ومن هنا بدات صداقته مع مانديرا، وبدا يخرج معاها وبيقرب منها اكتر، وبدا يطلب منها ان هي تتجوزه. وهي كانت فاكراه بيهزر في الاول، وكان دايما بيقول لها معلومات عن سان فرانسيسكو هما ماشيين، وهي قالت له ان هي تعرف كل حاجه عن سان فرانسيسكو، وتحدته ان هو يواجهها مكان اول مره تشوفه في سان فرانسيسكو. فقال لها لو وريتك مكان اول مره تشوفيه تتجوزيني؟ ف
فقالت له هشوف بس لحد ما توريني مكان اول مره اشوفه ما تقوليش اتجوزيني او تقولي معلومات تانية عن سان فرانسيسكو. وسام بعدها ظهر، وسام كان طالب من مانديرا ان هي توديه متحف، وطلبت من غضوان ان هو يوديه هناك علشان هي كان عندها شغل، وهو كان جايب لها قائمه الاماكن اللي هي اكيد ما شافتهاش. قالت له اجلها دلوقتي وودي سام المتحف، فقال لها لا. فقالت له اقتل نفسي، وهو طبعا ما بيفهمش الهزار فوافق علشان ما تقتلش نفسها، وراح مع سام المتحف ولقى في مسابقه هناك وسام كان خسر فيها قبل كده هو ومامته وقال له. وسام قعد يقول له بلاش ما تخشش المسابقه علشان شكلنا ما يبقاش وحش قدام الناس. وكانت المسابقه عباره عن لوحه فيها الغاز، وكسب وجاب هديه لسام، وسام فرح جدا بيها وراح حكى لامه وحضنها وبدا يحب رضوان. ورضوان بدا رحلته مع مانديرا ان هو ياخدها لاماكن جديده علشان تتجوزه زي ما هو متفق معاها، وكل ما يوديها مكان كانت بتطلع راحته قبل كده، لحد ما في يوم راح لها البيت الصبح بدري وطلب منها ان هي تروح معاه، وخدها من ايديها بسرعه وجري في مكان وقال لها غمضي عينيكي دلوقتي. ولما غمضت عينيها فبعديها بمدة بسيطة قال لها فتحي، ولما فتحت شافت مكان جميل جدا في سان فرانسيسكو كانت أول مرة تشوفه في حياتها، وقال لها شفت المكان ده قبل كده؟ فقالت له لا. وبعد كده هي اللي طلبت منه إن هو يتجوزها لما حبته وحبت أسلوبه معاها وتلقائيته وطيبته. وبعد كده راح لأخوه يقول له إن هو هيتجوز مانديرا، وأخوه غضب جدا وقال له ما ينفعش يتجوزها علشان دينها وعلشان إن هي هندوسية وإن في فرق كبير بينهم. وبعد ما مشي أخوه ردد رضوان كلام أمه وقال إن في ناس طيبة وناس شريرة وما فيش نوع تالت، واتجوز مانديرا وكانت حياتهم سعيدة جدا. وسام بقى اسمه على اسم رضوان خان لحد احداث 11 سبتمبر لما برجين امريكا اتضربوا بالطيارات، ووقتها بدأ اضطهاد المسلمين في امريكا وبقى يخافوا من المسلمين وبيتنمروا عليهم وبيعاملوهم وحش بسبب الاعلام الامريكي لما صرح ان اللي فجر الابراج دي كانوا مسلمين. وكانت مرات اخوه مروحة من الشغل وهي كانت دكتورة بتدرس في الجامعة، وواحد قلعها الحجاب وقال لها اخرجوا من بلادنا، وسمعت مانديرا هي ورضوان بالخبر وراحوا يزورهم. وطبعا رضوان رفض يدخل البيت زي ما اخوه طلب منه ان هو لو اتجوز مانديرا ما يدخلش بيته تاني. وطلعت مانديرا لمرات اخوه وطلع ذاكر لاخوه رضوان بره البيت يطلب منه ان هو يدخل، لكن رضوان رفض وذاكر عيط فرضوان حضنه وردت كلمات امه اللي كانت بتقولها له لما ذاكر كان بيعيط وحضنه زي ما امه كانت بتعمل بالظبط، لانه مفكر ان اللي بيعيط المفروض ان هو يعمل معاه كده. وبعد كده بيظهر سام وبيتعامل معامله وحشه من اعز اصدقائه ريز بسبب موت ابوه. وفي يوم كان بيحاول سام يتقرب من صاحبه ريس في ملعب كرة ويصالحه، فتدخل شباب اكبر منه في السن وضربوه علشان مسلم لحد ما مات، وهددوا ريس وقالوا له ما يقولش ان هم ضربوه او قتلوه. فعرفت امه ان هو سام في المستشفى وراحت له، وبعد ما راحت هناك كان سام مات. وبعد كده قعدت مع رضوان في استراحة المستشفى وقالت له ان هو سام مات، فقعد يردد رضوان ويقول انا لله وانا اليه راجعون، لحد ما اكتشفت بعد كده مانديرا من الدكتور ان ابنها مات بفعل فاعل وما ماتش موتة طبيعية وهو بيلعب كرة، فغضبت جدا وراحت مكانه اللي مات فيه، وراح رضوان علشان يراضيها ويفوقها من الصدمة اللي هي فيها علشان ابنها، وقالت ان كل ده بسببهم وان كل اللي حصل ده هما السبب فيه وهما السبب في موت سام، وانها لو ما كانتش اتجوزته وما سمتش ابنها على اسمه ما كانش ابنها مات. وقالت ان هي كانت فاكرة ان ما فيش حاجة هتتغير لما ابنها يغير اسمه، وان هي كانت غلطانة وان كل حاجة اتغيرت لما اسمه اتغير، وانها ما كانش ينفع تتجوز من مسلم، وان سام لو ما اسلمش وكان هندوسي كان زمانه عايش لحد دلوقتي، وان هو اتقتل بس علشان مسلم. وقالت له ان هي مش عايزه تشوفه تاني علشان بيفكرها بموت سام، وان هي هتبعد عنه وانه كمان يبعد عنها، وكانت بتكلمه بعصبيه جدا وزقته، فرد عليها بتلقائيه لما قالت له امشي وقال لها مترجع. فقالت له بعصبيه وبغضب ان هو يرجع لما يقول لكل امريكا ان هو اسمه خان وان هو مش ارهابي، ويقول لرئيس الجمهوريه الامريكي ان هو مسلم ومش ارهابي، ووقتها الرئيس هيقول لكل امريكا وهيعرفوا ان سام ما كانش ابوه ارهابي وانه ما كانش غير طفل صغير ما يستحقش الموت. قالت له لما تعمل كده يبقى ارجع هنا. هو طبعا ما فهمش ان كلامها معناه ان هي بتقول له مستحيل ترجع له، وخد كلامها على ان هو جد، وبدا من وقتها يحضر نفسه علشان يقابل الرئيس ويقول له ان هو اسمه رضوان خان وان هو مش ارهابي، وده كان سبب سفره لواشنطن، وانه خد الكلام كانه هدف بالنسبه له لازم يحققه علشان يرجع لمراته مانديرا مره ثانيه. وفي رحلته قابل طفل صغير كان واقع على رجله ورجليه متعوره، فخده ووداه البيت واكتشف ان هو مسيحي، وامه شكرته جدا وحكت له عن ابنها اللي مات في الحرب وحكى لها عن سام، وراح كمان عزى ابنها في الكنيسه وحطت صوره ابنه سام مع الناس اللي ماتوا بسبب الحروب. وبعد كده رضوان سابهم ومشي علشان يكمل رحلته وعلشان يقابل الرئيس. وهو في طريقه دخل يصلي في جامع فقابل واحد بيتكلم مع الناس وبيخطب فيهم، كان اسمه الدكتور فيصل رحمن، وبيتكلم عن فلسطين وبيحكي عن اليهود الإسرائيليين واللي بيعملوه في الفلسطينيين وعن الهندوس في الهند والأعمال اللي بيعملوها في المسلمين، وقال وقتها ان هو الدم بيغلي في عروقه وان هو عايز ياخد موقف وان هو بيدعوهم لان هم يعملوا أعمال عنف،
وذكر سيدنا إبراهيم لما ربنا أمره بذبح ابنه وإن هو يضحي بيه، وإن سيدنا إبراهيم وافق على طلب ربنا من غير ما يعترض، وقال إن واجبنا نضحي بنفسنا في سبيل الإسلام وإن ربنا بيأمرنا بده. فرد عليه رضوان خان وقال له لا، وإن هو كذاب. فسأل الدكتور فيصل رحمن وقال له ليه، أنت مش مؤمن إن ربنا أمر سيدنا إبراهيم إن هو يضحي بابنه؟ فقال له لا، إن أمه حكيت له القصة وإن سيدنا إبراهيم ما كانش عنده شك في رحمة ربنا، وإن القصة مثال على قوة إيمان سيدنا إبراهيم، وده كان السبب مع إن كان في شخص غريب بيحرض سيدنا إبراهيم دايما، ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يحيد أبدا عن طريق الاستقامة وما سمعش كلام الغريب اللي كان بيحرضه، وإن هو كان متأكد إن ربنا مش هيخلي دم سلالته تراق قدامه، وكان على حق. فربنا حفظ حياة سيدنا إسماعيل، وإن أمه كمان قالت له إن ربنا بيعلمنا إن الطريق إليه بيكون بالمحبة مش بالكراهية والحرب. وقعد يقول له يا دكتور فيصل رحمن أنت كذاب، والناس كلها عجبها كلام رضوان في المسجد وقالوا له إن هو كلامه صح وإن الطريق لربنا ما يكونش بالحروب والكراهية وقتل الأبرياء. وكان رضوان خارج من المسجد فسألوه الناس مين كان الغريب اللي بيحرض سيدنا إبراهيم؟ فرد رضوان وقال لهم إن اللي كان بيحرض سيدنا إبراهيم كان الشيطان، ورمى 3 أحجار كان بيسبح بيهم على دكتور فيصل رحمن، وخرج من المسجد واتصل بمرات أخوه علشان كان عايز رقم المباحث الفيدرالية علشان يبلغ عن دكتور فيصل رحمن وإن هو إرهابي. وراح لمقابلة الرئيس ووقف في الحشد المتجمع قدام موكب الرئيس وقال بصوت عالي إن هو اسمه خان وإن هو مش إرهابي وإن هو عايز يقابل الرئيس. فالناس سمعوا كلمة إرهابي واتقبض على رضوان خان واتضرب من الحكومة، بس كان في واحد بيصور وصور كلام رضوان اللي هو كان بيقول فيه ان هو اسمه خان ومش ارهابي، وحاول يوصل الفيديو بتاع رضوان للقنوات التلفزيونية بس كلهم كانوا خايفين علشان رضوان مسلم والدنيا وقتها كانت مقلوبة على المسلمين. ولما ودوا رضوان للقاضي امر بدخوله السجن، ولما دخل رضوان السجن كان مستغرب ان مفيش شبابيك في السجن وان الحمام ملهوش باب، وقعدة الحمام كمان ليها قفل، وكانوا بيعذبوه فكانوا بيشغلوا له التكييف شويه بارد وشويه سخن، وكانوا مخلينه لابس شورت وفانلة بس. فكان رضوان مستغرب جدا وما كانش فاهم ان هم بيعذبوه، فكان بيطلب منهم ان هو يصلح لهم التكييف ظنا منه ان التكييف بايظ، وكان مستغرب ان هم بيرفضوا ان هو يصلح لهم التكييف مع انه هيصلحوا لهم ببلاش، وكان متضايق ان هم ما بيقولولوش الوقت علشان يعرف مواعيد الصلاه ويصلي، وعلشان كده كان كل ما بيحس ان هو خايف كان بيصلي. واخيرا في قناة وافقت على ان هي تنشر الفيديو بتاع رضوان واللي كان فيه اثبات لبراءته، ولما عملوا لقاء مع مرات اخوه قالت لهم ان هو كان بيكلمها علشان يسألها على رقم المباحث الفيدرالية علشان يبلغ عن دكتور اسمه فيصل رحمن. وخرج رضوان بعدها من السجن لما اكتشف ان هو بريء، وشاف مانديرا وكانت جياله علشان تطمن عليه بس مرضيش يكلمها غير لما ينفذ وعده ويقابل رئيس الجمهورية. ورضوان كان ماشي في طريقه فشاف في شاشة التلفزيون من المعروضين في الشارع ولقى ان في اعصار ضرب المنطقه اللي فيها الكنيسه اللي كان فيها الطفل المسيحي اللي هو انقذه، وراح لهم هناك علشان يساعدهم ويحاول ينقذهم من الاعصار. والاعلام طبعا كان عايز كل يوصل لرضوان علشان يعملوا معاه حوار بعد ما اتحبس ويشوفوا هو كان عايز يقابل الرئيس ليه، ولما شافوه بيساعد المسيحيين وبينقذهم صوروه، وكان ده دافع لكل المسلمين، وكل المسلمين اللي شافوا الفيديو راحوا علشان ينقذوا رضوان وينقذوا الناس المسيحيين اللي هناك. وكمان بقى كل المسلمين بيفخروا برضوان وبيقرروا ان هم مسلمين ومش ارهابيين. ووقتها ريس راح اعترف لمانديرا عن اللي قتلوا ابنها سامي، ومانديرا راح اتبلغت عنهم واتحبسوا كلهم، وبعد كده راحت لرضوان علشان ترجع له، وكانوا عاملين حفله بيحتفلوا بيها بانقاذهم للمسيحيين في المنطقه. وجي واحد متعصب تبع دكتور فيصل رحمن وضرب رضوان بسكينه في بطنه كان عايز يقتله، وودوا رضوان بسرعه للمستشفى وقتها قرت مانديرا مذكرات رضوان واللي كان بيعبر فيها عن كل حاجه ما بيعرفش يقولها لها، وعرفت وقتها ان هي غلطت لما سابته. وخرج من المستشفى وقابل الرئيس وقال له ان هو اسمه خان وان هو مش ارهابي وان ابنه سام ما كانش ارهابي وما كانش يستحق ان هو يموت، وبلغه برساله الضابط اللي كان في المطار اللي طلب منه ان هو يقول للرئيس كيف حالك. وبكده يكون الفيلم خلص. وطبعا الفيلم فيه دروس كتير مستفاده زي ان الاسلام مش دين عنف والمسلمين مش ارهابيين وان في منهم متطرفين زي المتطرفين اللي في جميع انحاء العالم، وان الاسلام دين تسامح ودين اخلاق. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتي الجديدة. اشوفكم على خير.